كاين هنا عباد الله بقينا من العصر من العصر تحتيك فوت العشاء والتاكسي ما كايناش. يجي دابا الشيفور هي التاكسي كيدي تحت كورسا كيخلي عباد الله هنا منشوره والقدرون ما كاين. انا ديما مغبر والعائله طول العام على طول العام عباد الله. دابا انا كتجلس هنا حتى واحد الوقيته ديال الليل ما كاينش ترونسبور ما كاين والو. كتبقى انا عباد الله هنا المحطه خايبه بلي كيكون هنا الكريساج وكيكون عباد الله هنا ديما سكرانه ديما. حنا عباد الله شحال واقفين هنايا. واش دابا في العشيه اللي جا يركب سيدي سموحه اللي رقى فين هما التاكسيات بعدا ولا مشكل التاكسيات ما كاينينش. دابا التاكسي كيديروا على القلب دابا كيهزوا الكليان الزوينين كيديهم كورسه داكشي حسن اللي ما كيخلي عباد الله هنا منشوره من العصر. دابا من العصر كيبقى انا بنين منشور حتى لواحد وقيته هما دابا التاكسي كاين شتي ما كان لا يخرج دابا ما كان لا يخرج حتى كتهز الطريفه عاد كيخرج بنان. كاين الشيفر دابا لا كيبقى حتى للثمانيه حتى كتزيد ديك الدرام عاد كيخرجوا. هادشي اللي كان هاد الساعه والدار الاخرين بالنسبه لهذا المشكل واش يتكرر كل نهار باش نسولوا الشوافريات هما ديما كاين هادشي ديما كان اليوم الغد اللي عاوتاني وغاديه هادشي ديما كاين هنا. كيقول لك الديكور ما ديش بلاصه هادشي كيقول لك كما قال لك الاخ ديالي شتي هو كيقول لك حس لي انا الكورسه لا عباد الله هنايا يا عباد الله هنا كتبقى هنا يا عباد الله منشوره هنا حتى واحد الوقيته ها انت شوف شوف الصف يا بنات شفتكم كتوصلوا الاخبار اللي نهضروا على هذه المحطه وكتشوف هاد الكم الهائل ديال المواطنين اللي كيبدا راه من بعد العصر كيكونوا عندنا هنا طابورات. وملي كنقولوا طابورات يعني ديجا كاين تنظيم في المحطه كي كتلاحظوا راه كاين تنظيم الناس شاد واحد تبع واحد. يعني حنا كممثلين للقطاع ولا ككورتيه ولا كسائقين راه معاونين باش هذا الشيء يكون هكا. ولكن واش ما كاين حتى حد كيهضر على هذه المجالس البلديه ولا لا 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 فين هما فين هي هاد السلطه اللي هي اللي طالقه هاد المشروع ديال هاد المحطه. شحال دابا دايره جايين في عامين فين هو التبليط فين هما الاشارات فين هو الامن مرافق الصحيه راه كتوصل المغرب كتسد. يعني ماذا سير قضي غرضك فين ما بغيتي الامن ما بقاش كيجي للمحطه نهائيا. هاد الناس اللي كيتسناو هنا راه الذنب ديالهم ماشي علينا حنا الذنب على السلطه اللي منعات واحد العدد ديال السيارات الاجره في السنفين لا الكبيره لا الصغيره. عندهم مشكل ديال لي باترو ديال الارباب ميتين ولا الاسطول ديك السياره متهالكه عرفتي دو السكرات ما بقاتش فيها ولكن مازال ما كاينش تعويض. راه واحد العدد ديال السيارات وقفوا وهذوك اللي ديال 140 هما اللي كانوا كيخدموا لينا هاد اللجنه الداخليه. ملي كتشوفوا هنا الطاكسيات واقفين راه كاينين ديال الطاكسيات اللي كيديروا اللجنه الخارجيه راه كاين اللي شاد النوبه من الصباحه حتى العشيه الا خرج من النوبه ديالته ما بقاش كيتسال. وهذا الشيء درناه في لجنه ديال تيزنيت. تيزنيت دابا راه السيد كيقيد ويجي يوصلني للمواطن حتى كتوصل النوبه وكيدي. ولكن المواطن بكل صراحه اكادير كبرات الا كنهضروا على مليون نسمه راه واقيلا انا كتبان ليا في الصيف راه كنفوتوا مليون ونص. راه كاين الزائر كاين لي ريجيون اللي كيجيو يتبحروا يعني راه كاين البشر. واش كدير هذا المجلس البلدي اش كيدير؟ ما هو دور المجلس البلدي باش يفكينا هذا المشكل هذا؟ راه هذا الشيء راه ماشي ديال راه كنهضر على هذيك بقى المحطه حتى 11 ديال الليل. ولكن حتى المواطن وجمعيات المجتمع المدني راه كنقولها لهم ديريكت كيهضروا على الشيفور زاد علينا لا تخبى هذا الشيء اللي مساريين. تمام هادو هما الانتقادات تيقول انه الشوافر تيجلسوا ومن بعد تيخرجوا حيت الشيفور كيبان لهم حيت قصير. اجيو شوفوا شنو هو الجذر ديال المشكل. الجذر ديال المشكل المحطه بدون مستوى انا كنقولها ان الناس مازال ما بعثونا حتى شي حل. زيد هاد الثانيه الضغوطات ديال السائق اللي كيجي من الباترونه ومن هذوك ما نهضروش عليهم. والمشكل الثالث وهو المدينه بدات كتكبر والاسطول نقصتيه. كيفاش بغيتي يدير لك هاد السائق كيفاش بغيتي يدير لك ما عندوش. وحتى المواطن راه من الضروري عليه يحترم داك السائق. راه هاد الناس هادو الله يهديهم وصافي كيبان لهم السائق هو الاسهل انه يفرغ فيه داك المشاكل اللي عنده. لا بالعكس اخويا راه دار قطاع خدماتي راه النهار توقف تاكسي راه المواطن كيعاود يطلب شكون اللي غادي يفكو. ولكن ما حد كاين التاكسي كلشي كيلعب عليها العشرة. انا داكشي علاش كنتي كنديروه. ولكن جمعيات المجتمع المدني بدورها خاصها حتى هي تجي تحضر بان يلزمونا محطه نموذجيه يلزمونا الامن. فينا هما غير كراسي هاد الناس كيوقفوا فينا هما الكراسي الا مشينا غير البلديه كاينين كراسي تما غير محطوطين. علاش ما يجيو يديروا في المحطه؟ انا ما كاين لا كراسي لا ضل ولا اي شيء. حنا دابا عندنا 1182 سياره اجره في مدينه اكادير.
دابا انا كنقول لك باقا شي 900 هي اللي خدامه ولا 800 وشي حاجه، يعني واحد العدد وقف. بالنسبه لهنا راه المحطه ما كتخوش، وهذاك الشيفور تا هو راه غاعظمو لحم، وعندنا الشيفور اللي كيخدم السهر الاول كاين الشيفور اللي كيخدم السهر الثاني. ها هو دابا شارج عليك من هنا، راه نرجع خاوي راه ما عنده حتى فائده، راه خصو يتسنى فين مشى يشارجي. الا جاي يضرب الخاوي راه انا المواطن على 50% الا بقات دقيقه ما كيزيدهاش لك، يعني تا هو الله يرحمك. وحتى الشيفور ما كترحموش لا روسيت، ما كيرحموش المازوت، ما كيرحموش داكشي اللي يتسنى يدخل وليداتو. يعني اش هو هذا؟ راه حتى حنا قبل ما نكونوا سائقين مهنيين راه حتى حنا مواطنين، راه حتى حنا كنركبوا الطاكسي. ولكن هاد الناس كل واحد كيشوف من جهته. النهار نفكروا المصلحه العامه راه غادي نلقاو الحلول. وانا كنعاود نقولها، المواطن من حقه يطلب محطه في المستوى ويطلب ترونسبور يكون عنده هنا. هذا هو دور المجالس البلديه ولا المجالس الجماعيه. النهار انتخبوا لكم الناس باش توفروا لهم اول شيء هو الترونسبور والامن والصحه والتعليم. هذاك الشيء غير كانت شي حاجه من جهه جلاله الملك هو اللي كتكون، اما شي حاجه غير يقول لك هذا راه كلهم مشاريع ملكيه. ولو ان المشاريع الملكيه ضربت اكادير كامل الا اسطول سياره الاجره ما تفضي معاه. هاد الطوبيس بيبلا تعلم ماشي يفكر من مشكل، هادي تزاد طينه بله، هادي تزاد طينه بله بلون بوتيج اللي كاين في اكادير وعقل. هذا راه قال لكم بيسفوغات، راه مازال ما لقيتوش الحل. راه الحل سياره الاجره هي كتعطي الحلول. راه سنين هادي راه سياره الاجره اللي كتبقى تهز المواطن وباقي هي اللي كتهز المواطن، وهاد الناس مازال ما بغوش يعترفوا بان سياره الاجره راه قطاع خدماتي في المدينه وفي المغرب كامل. وهذاك السائق راه حتى هو من حقه انه حتى يكون عنده العيش كريم. ملي كنهضر على المحطه راه ما يمكنش هذاك السيد يخدم لك 24 ساعه. وهذاك الباترول اللي كيخدم عنده ذاك الشيفور راه كيضرب به، كاين اللي كيضرب به 12 ساعه، كاين اللي كيضرب به 24 ساعه. وما كاينش كيسول ذاك الشيفور واش عنده الحقوق ديالو، واش ديك لاروسيت قانونيه. راه ملي كتكتل لاروسيت على المواطن على السائق راه كيهزها من المواطن. ان الضغط راه الضغط يولد الانفجار. ايوا سيروا شوفوا فين كاين الخلل، عاد جو هذا الشيفور وبداو تسلطوا فيه. وتحياتي لك اخويا. هو يعيط لبنان.